وصلنا لفقرة بيناتنا. رح أعلن لكم مين حبتين لولو يلي معي، هن أبطال فيلم حبة لولو، إلي متري وزينة مكي. صباح الخير زينة. يا أهلا. صباح النور. صباح الخير إلي. حرقصنا اليوم المشاهدين قلنا لهم حبتين لولو بس ما قلنا لهم مين. حبيت أنا طلعت لولو. أنت طلعت لولي. لولو لي صغيرة. لولي صغيرة. زينة مكي، حضرتك وجه أبهر الناس، وجه جديد، وجه أخذ لأول مرة بطولة ولكن أكيد شاغلة قبل. حضرتك درست إخراج؟ درست الإخراج بالNDU وتخرجت من سنة وأخرجت كذا فيلم بالجامعة، بس الاثنين هن بنت نوت بروكن دوكيومنتري وونس أبون أ سنت والفيكشن هو كان الدبلوم تبعي. نعم، بدنا شوية تفاصيل عنهم. هل كان فيلم منهم هو فيلم التخرج أو هؤلاء من بعد التخرج؟ لا، اثنيناتهم أنا وخلال دراستي بالجامعة. بنت نوت بروكن كان دوكيومنتري، لا دوكيومنتري كورس. بس هيدا له قصة حقيقية. نعم، هيدا قصة ميديكال كيس عن ظهري. نعم. عملية عملتها من 10 سنين تقريبا صاروا، وكيف بعد العملية شو صار معي وكيف تحسنت وصرت أرقص وبعدني بعمل بركب خيل. هل طلعت فيك؟ ليه خيل وحيل شو بيقلي؟ هي دايما بتقول لي إني أنا حمار بس إنه زينة، هل حكيت بالفيلم كمان عن معاناتك، عن الأوجاع، عن الألم؟ إيه أكيد، بس أنا هل استوحيت من فيلم فريدا؟ لا، مش مستوحى من شيء. هيدا ولكن تجربة شوي مشابهة زينة. إيه طبعاً، إيه زيت إنه في ألم وفي معاناة. نعم. وفي جيرني وفي آخر شيء إنه انفراج، يعني إنه ما وقفت الحياة ولازم الواحد دايماً يكفي ويتأمل. أكيد. يس أكيد. قدي طول الدوكيومنتري؟ 15 دقيقة ربع ساعة. نعرض؟ انعرض بمهرجان NDU. نعم. وربح بس شورت دوكيومنتري بموناكو في الفستيفال من سنة. نايس. برافو، ألف مبروك. ميرسي. لكن الناس يلي بيعرفوك جديد لازم يتعرفوا كمان على تاريخك. رح نحكي عن ثاني فيلم، ولكن بدي أسأل إلي. إلي، أنواع أدوارك متنوعة كتير، يعني شوي بنشوفك بتضحكنا كثير، شوي بنشوفك بتزعلنا كثير، واذ هلا شفناك الشخص الرومانسي بامتياز، يعني بتدقر قد ما رومانسي. عندك ادوار كثيره ولكن ما اشتغلت اخراج الي. عبالي اشتغل اخراج، بس انه في ملهي هلا بالادوار يلي عم احبها لمثلها. عبالي كثير اشتغل اخراج، عم بشتغل على كم شغله، بس انه بدها وقتها، ما بدي ادعس بالوحل. نعم. بدي ادعس دعسه مزبوطه. كيف بلشت الي؟ انا درست بكليه الفنون الجامعه اللبنانيه تمثيل، وكمان سأبني حظ مع ميشيل كمون، لعبت كمان دور بطولي معه، بس انه يعني بطلع كاني عم بنفخ بحالي، بس انه لا، بس بدنا نعرف عنك. كلنا منعوز حظ. نعم. بس من بعض الحظ ببطل الحظ يخدم، يا بتثبتي حالك حدا منيح وبتمشي، يا بتنكبي بزباله مثل غيرك. طبعا، يعني الحظ بيتسم مره واحده والباقي علينا. والباقي علينا. نعم. فيلم افلام عديده مثلت فيها، فيلم فلافل، فيلم امور دانفان، شتي يا دنيا، شربل. فيلم ديني. يس. خبرنا كيف عم بتنقي ادوارك إلي، يعني على اي معيار عم توقف لحتى تقدر تنقي هالدور او هالدور الثاني؟ اوكي، بالنسبه لإلي في شيء كثير مهم. اول شيء النص، اذا ما كان شيء كثير قوي ما بقرب عليه. نعم. انه هيدي اللعبه انه لك منيح ماشينا، ماشي لذيذ خفيف رواق، ما بتعاطف فيها. وحتى لو ما كان دور بطوله، ما بيهمني دور البطوله، بيهمني دور. اوكي، بالنسبه لإلي انا، ان كان فيلم او مسلسل او بروجرام، اذا انا ما بقبل احضره ما بقبل اشتغله. نعم. إذا ما بتحس له شيء، إنه أنا عبالي أحضر هيدا الشيء. Exactly. ما بدي. إنه إذا ما بحس شيء interesting العالم يحضروه وأنا أحضره، أنا أكثر، لأنه أنا كثير نيقة وما بنطاق إنه فيما يختص بشو بدي أحضر وشو ما أحضر يعني. فإذا أنا بالنسبة لي هيدا المسلسل أو هيدا الفيلم ما بيجي عبالي أحضره، ما بيشدني أحضره، ولا ممكن أقرب عليه. ترفض أدوار؟ كثير. كيف؟ شو بتقول؟ شو بتعطي عذر؟ أنا كثير وقح. انا كثير وقح، في عالم كثير بيكرهوني وبيقولوا دخيلك ما تبين لنا هالشيء اليوم. نو لا 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 رواق، بس انه انا بطلب اول شيء اقرا النص. نعم. دائما بقول في 3 ستابس بالنسبه لي، بقرا النص، اذا عجبني النص بنتقل للستيب الثاني اللي هي شو بدي اقبض اجاري. اها.
اوكي لانه بدي اشتغل بهذا الشيء بدي فضي له وقته. نعم. شاغل كثير ببلاش، هذا ما بيعني انه انا والله باخذ مصاري كثير ومدري شو، شاغل ببلاش اكثر بكثير ما 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 قبض بصاري. ولكن ما بتحب الحل الوسط، يمكن او بلاش بلاش او مثل ما انت بتستحق. لا، لما يجي حدا رح خبرك عن حادثه صارت مره مع عايده صبره قدامي. نعم. يلي هي انا ما بقبل تصير يعني. بيتلفنوا لعالم بيقولوا لها ست عايده انت اهم ممثله بالعالم وانت اهم مين بيعمل اخراج مسرح وانت اهم مين بيعمل ميم وانت نصف اله وانت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا وعم نحكيك كرمال مسلسل بدنا نعطيك دور فيه مشهدين من دب ندفع لك $100 عليهم. خيي يعني اللي ما معي مصاري بعطيك فيك بلاش. تشتغل معي ببلاش بشتغل، بس ما تجي، لانه في مشكله عظيمه، في كتير عالم بيشتغلوا بيقبلوا ياخذوا رخيص لانه حابين العمل. فيلي بيصير بالسوق انه ايه ما هو بياخذ رخيص، يا خي لا انا عم بشتغل معك حضرتك شاغل مع عايده صبره رح يس. نحكي عن المسرحيات بعدين، معكي حق زينه هيك ما رح يخلينا نحكي شيء ورح ياخذ لنا الوقت كله. بدكم تسكتوني بدكم تسكتوني. زينه سنت اوف وومن هو فيلمك الثاني يلي هو فيلم خيالي. وانس ابون ا سنت، وانس ابون ا سنت، سنت اوف وومن بعده ببالنا. وانس ابون ا سنت عن شو بيحكي؟ عن تخبرك شوي عن قصة، هي فيري تيل، دارك فيري تيل، فيك تقولي انه قصة خيالية فيها هيك شوي دارك سايد، منا كتير هابي. و ضيعة فقدوا أهلها حاسة الشم، وبس فقدوا هالحاسة فقدوا كل لذة بالحياة. بلجر لأنه بس ما تشم ما بتحس بشي بقى. لا مرة بالصدفة يلاقوا بنت صغيرة زغطورة كتير ريحة جلدها، عندها ريحة وهالريحة بتوعي فيهم حاسة الشم، فاللذة اللي بحسوا فيها بخليهم يفتكروا انه ارتكبوا خطية. فبقرروا يقفوها باخر الضيعة، وبتكبر البنت مع سبيشال جيفت، موهبة خاصة انه تعمل ريحة بوشنز، وكل ريحة لها تأثير معين على العالم، بس في وان بوشن ممنوع تعملها، بس تعملها بتخرب حياتها وبتخرب الضيعة. شو هي؟ خلص حافضى حرفيا مش نازل سين. نزل للفيلم بعته مهرجانات، بعته هلا مهرجان دبي جديد هيدا الفيلم. هو دبلوم من سنه وكم شهر تقريبا. نعم. لوف هي لوف بوشن، وصفه حب ممنوع تعملها لانه مفروض هيدا الشيء ما تجب ما تفرضيه على العالم، مفروض يتواجد. ليه حكيتي عن حس الشم؟ يعني ليه حسيتي انه هالحسه هالقد مهمه بالحياه زينه؟ انا من انا وصغيره عندي حاسة الشم شيء كتير ما بعرف ليه مهم، قوية يعني. ايه كتير قوية، وفي يكون مثلا اليوم بالغلط انه مش انه انا عم شمك. انه شميت ريحتك بعد سنة اذا حدا حاطت زيت البارفان. شو عم بيصير؟ انا كنت رح اسأل زيت السؤال على فكرة، شو شميتي؟ شو شميت اليوم لما فتت على الاستوديو؟ اكيد ريحه الطبخ. دغري نكزتني قلت رح ناكل، رح ناكل ان شاء الله ناكل بعد الحلقه. رح ناكل ورح نتابع حديثنا، بدنا نتوقف وقفه صغيره ونرجع نحكي عن الموضوع الاهم اللي هو حبه لولو بعد البريك. نحن رجعنا على حبوب اللولو يلي معنا إلي متري وزينة مكي، كمان أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة. كيف تم التعامل مع ليال راجحة؟ وين تعرفتوا؟ كيف نقيتوا أدواركم؟ أو زينة كيف دور نقاكي؟ الدور نقاني فيك تقولي، أو ليال نقتني. كله تم بالصدفة، يعني كنت هي عم تقلي إنه عم تفتش على البطلة الفيلم هي ليال. هل في صداقة بتجمعكم من قبل؟ أبداً. كيف تعرفت؟ على جامعة القديمة اللي هي كانت جامعة الانديو، وسألت مسؤول الديبارتمنت سام لحوت، كمان بحب أوجه له تحية. أكيد. وعطاها أوبشنز، قالت له مين عندكم إنه بيمثل حلو؟ عاد فرجيها كذا صورة، شافت صورتي بتهلأ بتقلي، قلت له بدي هي. يمكن اللوك والشعر والوجه. قالت لي إيه، كان بدها هي الوايت سكن والشعر الأسود، فنقتني. بذات نهار التقيت فيها ما كنت مصدقه انه بطوله فيلم سينما، انه انا السينما كان حلمي. طب لما قالت لك بطوله زينه، هل كنت متوقعه؟ لا ابدا، يعني على التليفون حكينا البروديوسر، قال البرودكشن مانجر، قال لي انه لبطوله فيلم سينما، قلت له اي جامعه؟ قال لي لا زينه بطوله فيلم سينما، قلت له اي جامعه؟ ما استوعبت انه السينما، اوكي بطوله فيلمنا بس سينما. رجعت انه صرت هيك انبسطت، والتقيت فيها بذات نهار وحبتني وحكينا،
وعطيتها الشوري تبع التمثيل، بعد يومين بتقلي مبروك عليك الدور وبتعطينا السيناريو. يعني كأن ما عملت كاستينج لحدا تاني؟ ما عملت كاستينج، هي ما بعرف إذا قبل عملي كاستينج، بس لقلي ما عملت كاستينج كمان. حتى لقليك؟ بس أنا عطيتها شو ممثلي قبل، يعني عطيتها فكرة لازم تعرف. يعني ما فينا ما نوجه لها تحية ليال راجحة على الجرأة، أكيد عدا عن الإبداع والنجاح يلي نجحته بحبة لولو، عن الجرأة يلي كانت خلتها تنقي زينة مكي. أكيد وأكيد جرأتها كانت بمحلها إن شاء الله. يعني هي عن جد أخذت هي ريسك إنه تنقي حدا مش معروف لهيدا الدور. نعم. وأنا عن جد بحب أشكرها إنه آمنت إنه في موهبة. ومثل ما قال إلي، الحظ بيبتسم أول مرة، ولكن أكيد مش دايما إنه أنت أثبتتي. رح نشوف تريلر سوا ومنتابع حديثنا. هذا منهم بغنجي لولو. الله عطاك جمال، استفيدي منه خير. الله لك بدي خلصك منه من جايته. عم تسمعي؟ يلا حلا. هموها بقى، رجال ما بتهمون إلا هيدي الشغلة. يا أنتي اللي حنضل عايشين حياتنا هيك كلها تزوير بتزوير. لك هذا الفيل والله والله للمليين من وراء. ايه رح نملين. شو يعني المليين؟ ما طلع فيك. إلي متري، عرفنا انه زينة صارت مع الصدف، حسن الصدف والحظ ابتسمنا، ولكن حضرتك ممثل معروف، كيف تم التعامل وكيف تم اللقاء مع ليال راجحة؟ حكاني البروديوسر فيني. بونجور فيني. زوجة. جوزة لليال. نوجه له كمان تحية أكيد. نوجه له تحية طبعا، فلح فلح كثير كرمال الفيلم. قال لي في عنا فيلم عم نحضره لليال. يعني في معرفة سابقة بينك وبين فيني؟ أبدا، ما بنعرف بعض. أبدا. قال لي في فيلم عم نحضره، عبالنا نجتمع فيك مش نحكي كرمال الدور. قعدنا وقلت له بدي أقرأ النص. طب ما عرفت ليه نقوك وكيف نقوك؟ ليه فكروا فيك يعني؟ خبروني، قالت لي ليال انه بدها في الكاركتير هو شاب هيك هيك هيك، وهي بتعتبر انه انا بقدر. شاب شو يعني هيك 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 إلي؟ يعني شاب مغروم ورومانسي، وشاب عمل لها البرنس شارما باخر الفيلم، هل بالحقيقه كيف؟ شو صاير معكم؟ شو؟ لا في كيمستري مش معقوله، في تناغم ما في حدا ملاحظه بالفيلم. هلا بدي اعرف. غيرتي؟ لا مبسوطة. مبسوطة انه في اجواء حب وين ما كان، خصوصا عنا بالاستوديو اليوم. انه هل كان في تحضير العلاقة اللي كانت فيكتيف او خيالية صار فيها شيء من الحقيقة؟ ليكي على فكرة رح خبرك شيء، بكل دور بتمثليه وعن جد بتمثليه مزبوط، ما هو انت ما بتكوني عم تمثلي دور، انت بتوعي جواتك الكاركترستيك تبعون هيدي الشخصية. سو لو ما عن جد إلي متري عجب فيها كثير لزينة مكي. هيدا اعتراف على الهوى مشاهدينا. هيدا اعتراف على الهوى. نعم اعتراف على الهوى. إلي متري عجب بزينة مكي بالحقيقة. جدا. تفضل. فهي بتصير هيدي الشغلة بتصير، يعني بتوعي بحالك أشياء، وإذا ما إذا ما لو ما عجبتني مزبوط ببين بالتمثيل. ما رح تقدروا تتناغموا بالفعل بالتمثيل. في هالمشاهد كمان انه كثير كنا انه مش حميميه شو بيسموها، انه كنا كثير قراب على بعض. حنونه وفيها مشاعر عن جد بيناتنا. كمان كان في كيمستري، يعني قعدنا اشتغلنا على ليال كيف بتحب تنلمس، كيف بتحب تنباس، كيف كريم بحب ينلمس. فهدول لما يشتغلوا عليهم الممثلين وما يكونوا مستحيين من بعض ومدري شو كذا، هون بتشوفي كيمستري حقيقي. يعني مستر اند مسز سميث ولا شو؟ شو؟ في شي سكوب تاني دخيلكم وقفوا. معقول سنة الجاية على هالستيل؟ على فيلم الجاي يعني ليال راجحة صابت كذا شغلة بالفيلم. كيف صار التصوير زينة؟ هل تعبتوا؟ قديه كان مدة التصوير؟ وإذا صار في مشاكل، تعب، زعل، ما بعرف. عن جد هيدا انه انا عندي البريفيوس اكسبيرينس كانت عن طريق افلام الطلاب. نعم. بس هيدا السات كان جدا حلو، يعني لما خلص قلت يا ريت نرجع نعيد، قد ما كان الجو كثير حلو. وفيني دايما كان ينشر البوزيتيف انرجي على السات. مدته كان 28 يوم. ايه وإلي. نعم. إلي كان وجوده مثل
كأنه اختي حبت بنادول. حبت مهدئ. مهدئ. ايه عن جد 28 يوم كل الفيلم؟ كل الفيلم كله على بعضه، يعني هو تقريبا شهر وكم يوم. عم تشوف صورة الأكيب؟ ايه. وأكيد تحية للكل. أكيد لإلهم كلهم كلهم فردا فردا. نعم. هون كنا عم نزور بفتكر هون بالأبسيد باية. ايه بعتقد ايه. ايه نعم. إلي هل تنقلتوا كثير بالتصوير؟ هل؟ تنقلتوا كثير بالتصوير نقلنا؟ او كان كله بفرد محل؟ يعني لا كان موزع مشاويركم انت وزينة مثلا بالفيلم، انت وليال بالاحرى بالفيلم، يعني كان في تعب تنقلات لانه كله صار بفتره كثير قصيره. هو التعب هذا شيء موجود. نعم. ما فيك تشتغلي شيء ما تتعبي اصلا، اذا عم تشتغلي وما عم تحسي انك عم تتعبي في شيء غلط، يعني منك عم تعملي الافور الكافي اللي لازم تعمليه. التعب موجود، اللي بيفرق هو انك تروحي على البيت مبسوطه بعد التعب. نعم. بتشتغلي ببروجيات بتفلي مش طايقه الملايكه، بتفلي معصبه، او بتشتغلي ببروجي بتروحي مبسوطه على بيتك. نعم. ايه حبه لولو كان السيت تبعه بالنسبه لي انا شيء كثير حلو. هو متعب. متعب عادي. تعب موجود. يعني قد كنت عم تشتغلوا كم ساعه بالنهار؟ مش كثير. 28 يوم يعني مش كثير. يعني ماكسيموم 12 ساعه، يمكن يومين زدنا. بتتذكر مشهد الاوتيل؟ ايه بس انه ماكسيموم يعني ماكسيموم 12 ساعة. سوري في بروجيات بتصوري 20 ساعة بالنهار. صحيح. يعني هيدي كمان قدرة الممثلين. إيه؟ انا بفتكر ساعدت كثير وخبرتكم بالتمثيل. الأكيب كان حلو. نعم. الأكيب كان لذيذ. إيه؟ كان في هارموني. يعني بذكر اول ما اجتمعت مع فيني. ما رح نذكر هلا، رح نذكر نحن وعم نتغدى سوا لانه وقت بيناتنا خلص. اكيد نجاحكم الف الف مبروك عليه، وليال لليال راجحه كمان. رح نتوقف هلا مع بريك وبرجع بشوفكم انا بتيستينج على الغدا. على الغدا.